مساء الخير. طبعا سعيد قوي بالدسكشن اللي فات، وان في بكره ديبيت بين دكتوره نرمين ودكتور نبيل، فقطعيه بكره نرمين، مش عايزين الدلتا تقوم لا قائمه. منوفيه يا نبيل. انا المؤتمر ده الدكتور خطاب عمال يقول لك الستار والقزز، انا المؤتمر ده تقريبا مش هتكلم عن ادويه سكر او يعني حاجات لسه، يعني حتى لبكره حاجات لسه ما نزلتش مصر، مش فبالتالي انا مش هشغلها الجنرال المره دي. دايابيتك نيوروباثي، مفيش حد فينا ما بيشوفش دايابيتك نيوروباثي، يعني اظن كلنا والفيلد في اللي بنشتغل بنشوف عيانين سواء انترنست او دايابيتولوجيست. دايابيتك نيوروباثي دي جزء اساسي، يمكن ده اكتر كومبليكيشن بنشوفها، وده كان الديسكريبتيف تيرم اللي اتقالته الامريكان دايابيتس اسوسيشن في فيري لونج تايم، اكتر 20 سنه، ان هو ان انا بس هاف تو اكسكلود ان يكون في اورجانيك بروبلمز حاجه اخرى قبل ما اقول ان ده دايابيتك نيوروباثي. طبعا المشهورين الديستال سيمتريكال نيوروباثي يمكن اكتر حاجات بنشوفها، المونو نيوروباثي وخصوصا الكرينيال نيوروباثي كلنا بنشوف ال7 والثيرد وال6 فيري كومن بنشوفهم كثيرا جدا. الاوتونوميك نيوروباثي ربنا يستر ما يجيش لحد الحاجه، الاوتونوميك نيوروباثي حاجه ماساويه والريسبونس بيها او البنفيت فيها. الرسمه دي كانت جميله جدا، فيها كل الشكاوي، لازم الواحد يتعلم ان الفيربال كوميونيكيشن بتاعت البيشنت في شكوته من النيوروباثي تتراوح من البيرنينج تينجلينج شوتينج الكتريكال شوك، كل عيان بيشتكي بشكوى مختلفه، وفي الاخر والمهم انه بيقعد يتعالج ان هو بوني بينز وقالوا اوستيوبروزز وقالوا قصص، وفي الاخر كانت الشكوى كلها نيوروباثي. ولو هو من الاول دايركت ان هو يكونترول الدايابيتس يمكن تقلل كتير قوي من القصه دي. يس اب تو 50% من الدايابيتكس بالكومبليكيشن اوف دايابيتس بتيجي من النيوروباثي، كلنا بنشوف وده رياليتي في اللايف. 7.5% of diabetics بتاع البرزنتيشن، الناس بيجي لها تنميل وحرقان ولسع في الاطراف، وتكتشف انها دايابيتك، يعني حتى تكون بيه البرزنتيشن. والبينفول دايابيتك نيوروباثي بيحصل مفهوم 50% في منطقه الميدل ايست في الداتا اللي طلعت حتى من الدبليو اتش او. اللانست قالت ان كل 30 ثانيه اللور ليمب امبيوتيشن نتيجه دايابيتس، والمينلي هتبقى بروبلم كومبايند اوف نيوروباثي اند فاسكولوباثي او بريفرال فاسكولار ديزيز، في هاف بروبلم ان احنا عندنا هذه القصه. ايه بقى اللي بيؤدي الى دايابيتك نيوروباثي؟ لوت اوف ثيوريز زي اللي بيحصل دايابيتك نيفروباثي والديوريتينوباثي، في ثيوريز كتير قوي، ما عندناش دوكيومنت لوان ثيوري از بلاينج اونلي، انما طبعا في ديفينتلي مشاكل في النيرف بلاد فلو، مشاكل في الشوان سيل ديسفانكشنز بتحصل، نيورونال ديجنريشن، وحتى الريجنريشن بيبقى ديستربد، مش بس ان انا بعمل ديجنريشن، انا ممكن اعمل ريجنريشن. الدامج باي هايبر جلايسيميا، وده نحط عليها 10 تستر، لان كل الداتا في العالم قبل ما النيو ميديكيشنز تطلع وان قللت الميكروفاسكولار بروبلمز، انما ديفني كان كنترول هايبر جلايسيميا بيصلح الميكروفاسكولار كومبليكيشن، من ضمنهم كانت النيوروباثي. طبعا الاوكسيديتيف ستريس، الاوكسيديتيف ستريس ده بيلعب في كل الكرونيك debilitating diseases، ان عندهم مشكله في excessive oxidative stress، لدرجه ان في الامريكان دايابيتس اسوسيشن من 3 سنين قالت ان experimental study suggests a multifactorial pathogenesis of diabetic symmetrical polyneuropathy but causes remains unknown، وقالت ان من ضمن الحاجات القويه اللي قد تكون موجوده ان في oxidative وinflammatory stress، يعني واضح ان في حاجتين من ضمن الاسباب بخلاف الهايبرجلايسيميا ان في اوكسيديتيف وانفلاماتوري ستريس. طبعا الرسمه دي جميله جدا من زمان، ودي يمكن بتلعب رول في كل المايكروفاسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتس، ان انا عندي بروبلم من نتيجه انكنترولد هايبرجلايسيميا، الجلوكوز الزايد يعمل يا يمشي في البوليول باسوي يا يعمل ادفانس جلايكيشن ان ذا برودكت، يا يعمل دايركت اوكسيديتيف ستريس، يا انديوس سايتوكاين تشينجز، وده انديوسنج انفلاميشن، وكلهم بينتهوا من ضمن الباثوجينيسيس اوف دايابيتك نيوروباثي. وبالتالي الهايبرجلايسيميا بتلعب رول عن طريق اي حاجه من الاربعه دول، من ضمنهم الاوكسيديتيف ستريس، حتى الادفانس جلايكيشن اند برودكتس هتزود الفري راديكلز، وبالتالي از مور اند مور اوكسيديتيف ستريس. وده يعني ايه الاوكسيديتيف ستريس؟ انا بعمل مور فري راديكلز، وده اللي بيعمل بيؤثر على دايركت بلاد افكت على البلاد فيسلز، وبالتالي قد يؤثر على يؤديوس نيرف اسكيميا، وبرضك بيعمل ادفانس جلايكيشن ان ذا برودكتس اللي هتعمل مور اوكسيديتيف ستريس عن طريق انها بتزود الفري راديكلز كمان زياده.
المانجمنت طول عمرنا كانت المانجمنت mainly is pain management. ودي حقيقة العيان بيشتكي من severe pain. You have to eliminate the pain. يعني العيان عايز ينام من كتر الوجع. لو قدر عندي pathogenetic therapies ان انا اقدر اعملها بحيث ان انا اخفض ولا لا. نمرة واحد كررتها ثلاث مرات ان glycemic control is very important to control diabetic neuropathy. ما ينفعش اصلح البريفرنت نيوروباثي من غير ما اظبط السكر. ده الفلكتويشن ذا ستابيليتي اوف جلايسيميك كنترول السوينجينج بتاع السكر لوحده بيورثن دايابيتيك نيوروباثي. وبالتالي ستيل جلايسيميك كنترول از ذا موست امبورتنت والاكتشوال ليفل اوف كنترول از ريليفينج نيوروباثيك فين از فيري امبورتنت. ستابيليتي نقلل السوينجينج بتاع السكر مش بس الكنترول. انما قالوا والله لو لقينا باثوجينيتك treatment مختلف على pain relief might هيبقى effective in prevention وبردك improving the pain of these patients اللي هو مش قادر ينام من كتر الشكاوى. ودي كانت القصة الالفا لايبويك اسيد. الالفا لايبويك اسيد جزئين، يا اما لوحده الاوكسيدايزد وده reduced hydro lipoic acid وده من more potent antioxidant naturally occurring antioxidants. dihydro lipoic acid بيزود الاندوجينس انتي اوكسيدنت اللي غاوي كان الانتي اوكسيدنت افكت وتاثيرها على كل الامراض اللي في عندنا. يعني يعرف ان يعني الجلوتاثيون والفيتامين سي الرولز بتاعهم وقعدوا فتره بيعملوا الميجا دوزز اوف انتي اوكسيدنت عشان تمبروف المالجنسي وتشيل التريس اليمنتس اللي موجوده جوه الجسم. هاف امبورتنت ادفانتج اوفر الانتي اوكسيدنت ان هو انفوفيليك لي بوث هايدرو ولايبوفيليك. ده المتلف ميتالكيليشن كان زمان مننا في القصر العيني من الناس اوائل الناس اللي عملنا سنتر فور كيليشن. وكان الناس اللي معاه فلوس ما عندهمش حاجه كان بييجوا يعملوا نديهم كيليتورز دي ديسبرام وحاجات عشان نشيل كل التريس اليمنتس. ودي كانت جمعيات بره ادفانسد ميديسن في الستيتس وكانت ابروفد السنتر كان بتاعنا. وكنا مرة عيانة عايزة ريبورت برا إماراتية ترجع مسافر بيها فبعتنا نقول الترجمة العربية عشان تتكتب لقيناها كنا بنقول عايزة كيليشن. طلعت الترجمة العربية دكتور خطاب كيليشن ترجمتها اللغة العربية المخلبة قال يعني بيعمل كده دي اللغة العربية. قلت له اكتب في التقرير كتبناها بالإنجليزي وهي بقى تراجعها زي ما هي عايزة. الكيليشن من ضمن الحاجات الرول أوف ألفا لايبويك أسيد ان يبتدي يشيل الميتال اليمنتس اللي موجوده اللي احنا بنقول عليها من ضمن الحاجات اللي تؤثر مش بس في البريفن رابسي في حاجات اخرى كثيره. وبالتالي الانتي اوكسيدنت افكت هيقلل الاوكسيدنت سبيسز الميتال كيليشن والانتي اوكسيدنت ريسايكلينج عشان يزود الناتشرال انتي اوكسيدنت اللي موجود عندنا. له انتي انفلاماتوري ايجنت افكت. وجدوا ان الاكسيديتيف ستريس فوسفوليشن بيحصل اكتيفيشن نيوكليير فاكتور كابا ده اللي بيعمل ترانسكريبشن في سيفرال مولكيولز تؤدي الى انفليشن وفاسكولار تشينجز وبالتالي تؤدي الى دامج للفازا نيرفوزا تبتدي النيرف اسكيميا والكومبليكيشن بتاعتها. هل مؤثر؟ وجدوا انه له رول على النيرف جروس فاكتور. احنا قلنا من ضمن الحاجات الهايبرجلايسيميا بيعمل ديجنريشن للمايلين وبتقلل الريجنريشن بتاعت المايلين شيس والشوان سيل. وبالتالي لما تقدر تعمل تزود النيرف جروس فاكتور هتصلح الفايبر النيرف فايبر ريجنريشن. طبعا التاثير كله على المايكرو سيركيليشن بتاعت الفازا نيرفوزا. البنفوتامين ده صناعي من الفيتامين بي 1 السايمن كلنا طبعا عارفينه. ده الصناعي بتاعه ولقوا ان هو لايبوفيليك ديريفيتيف فولوينج ادفانتج بيمتص اسرع 5 مرات عن الثايمن. ونفس القصه بيخش على المايلين شيس باسرع ما يمكن وبالتالي لوكال افكت بتاعه جزء منه امتصاصا من الجهاز الهضمي و ات سيم تايم هيبقى الافكت بتاعه على تخش على المايلين ونشوف الديماينيشن اللي بتحرف البريفرنت نيوروباثي. الافكت اوف بنتوهامين على 3 من الباس ويز الكبار اللي تؤديها الهايبر جلايسيميا اللي تؤدي الى الكومبليكيشنز of microvascular من ضمنهم البريفرال نيوروباثي. بيأثر على البوليول باسوي بيصلح الجزء منه الهكسوزامين باسوي
طبعا البروتين كنز كنت قلناهم في الاول ان هم كلهم ات ذا سيم تايم بيقللوا بالتالي هيقلل الادفانسد جلايكيشن اند برودكتس اللي هم الاربعه اللي مسؤولين عن التحول او الوصول الى المايكروفاسكر كومبليكيشن. طبعا بيحصل اكتيفيشن للتيروزين ترانسكيتوليز، والترانسكيتوليز ده هيحول جزء المشكله في الاكيوميليشن اوف فركتوز في الخليه جوه للبونتوس باسوي، وده مور بينيفيشال عن تجمع تجميعة الفراكتيف جوه الخلية، وبالتالي هيأثر على الثلاثة باسويز اللي تؤدي إلى المايكروفاسكولار كومبليكيشن. هل كان في داتا على الألفا لايبويك أسيد من أول شايفين أول 2006 لما شافوا في سيدني تراين شافوا الإفكت أوف ألفا لايبويك أسيد على البوزيتيف سنسوري سيمتومز ونيوروباثيك ديفيسيت في الدايابيتكس، وجربوا 600 مللي 1200 و1800 مللي وكانوا في امبروفمنت الاورال تريتمنت اوفر 4 5 ويكس في البوزيتيف سنسوري سيمتومز سكورد اللي حصلت، والمور اوفر الالفا لايبويك اسيد اميليوريتد النيرف بروبلمز اللي موجوده والنيوروباثي امبيرمنت سكورز في العيانين دول، وبالتالي كان له بنفيت سواء في ال 600 ال 1200 وانت يمكن خدوا وقت اطول لما كانوا بيستخدموا في 600، وكل ما الجرعه بتبقى اعلى الوقت بيبقى اقل. في كندا طبعا هو من حاجات الابروفد في كندا فور ذا انتي اوكسين اوف الفا لايبويك اسيد واز ريكومندد فور باثوجينيتك تريتمنت اوف دايابيتك نيوروباثي، ومن ضمن اللي اتحطت جايد لاينز في الكنديان مانجمنت اوف دايابيتك نيوروباثي. هل الايفكت نفس القصه في اكسبرت اوبينيون في 2014 وجدوا ان كلينيكال براكتس may be choosing a patient with early neuropathic deficit and symptoms in whom clinical improvement is more likely and should be considered when comorbids render other analgesics less appropriate and on the presence of cardiovascular autonomic neuropathy. في 2015 اتعمل study predictor of improvement progression of diabetic polyneuropathy after treatment of alpha lipoic acid لاربع سنين، وكانت مالتي سنتر واستخدمه في 460 عيان وجاست كان يوزنج 600 مللي الفا لايبويك اسيد، وجدوا ان بيتر اوت كام ان نيوروباثيك امبيرمنت بعد اربع سنين والامبروفمنت بريفنشن بروجريشن اوف نيوروباثي امبيرمنت سكور. واضح ان طبعا برج قالوا طبعا معاها خلي بالكم تظبطوا على بقيه الكارديوفاسكولار ريسك بروبلمز. في 2015 نفسها treatment with alpha lipoic acid over 16 weeks with type 2 diabetes patient and symptomatic polyneuropathy وخدوا الانيشال هاي دوز، ادوا في الاول 600 مللي ثلاث مرات في اليوم يعني بنتكلم على 1800 ثم انخفضت الى 600 once per day over 16 weeks effectively diminished neuropathic symptoms والويزدرول رجع السيمتومز ثاني، يعني واضح ان هو you have to continue عليه عشان تقلل. نفس القصة الميكانيزم اوف ميكانيزم اوف ثيرابيوتيك بوتنشال دايابيتكس وجدوا ان هي مينلي از ان انتي اوكسيدنت بينيفيشال وقد يكون جزء منه انتي انفلاماتري، يعني كل الداتا طلعت ان هو انتي اوكسيدنت. طب الداتا دي جت منين؟ شافوا الايفكت اوف الفا لايبويك اسيد سبلمنتيشن اون ذا انفلاماتري ماركرز. في اثنين في 2018 عملوا ميتا اناليسيز للداتا اللي اتعملت كلها على الميديكيشنز من ضمنهم الالفا لايبويك اسيد في التريتمنت اوف دايابيتك نيوروباثي، وشافوا الميكانيزم اوف اكشن وجدوا ان مينلي ان سامري كونكرنت ميت اناليسيز ذات بروميسينج امباكت اوف الفا لايبويك اسيد ديكريزنج انفلاماتري ماركرز زي السي ار بي انترليوكين 6 تيومر نيكروزيس فاكتور الفا امونج بيشنت ويز ميتابوليك سيندروم اند ريليتد ديس اور زي الدايابيتس. ونفس الميتا اناليسيز تاني بردك ال 12 وبردك في 2018 وجدوا ان الريزلتس شو ذات الفا لايبويك اسيد سبلمنتيشن كود سيجنيفيكانت ديكريز السي ار بي. لسه الدكتور نرمين بتتكلم ان جوبيتر ستادي كانت ناس عندهم بس سي ار بي عالي وقللوا بيهم الايفنتس، فمجرد الناس دي واضح ان هي عن طريق ريدكشن اوف ذا انفلاماتوري ماركر. وهل افكت كمان على السيمتومز والكواليتي اوف لايف؟ طبعا اهم حاجه الكواليتي اوف لايف، شافوا الورك ديسابيليتي والسوشيال لايف ديسابيليتي والفاميلي لايف ديسابيليتي كلهم سواء في الشغل او في البيت او مع العائله، واضح ان في امبروفمنت في اليوزج اوف الفا لايبويك اسيد. انكلوجن واز شيتد وذ ريديوس نيوروباثيك سيمتومز اند تراج ديسترايز اللي لقوها من الحاجات اللي بتعملها. الكومباينيشن طبعا لما بيخش بالمور كومباينيشن مع بنفورتامين مع الالفا لايبويك اسيد وجدوا ان في مور امبروفمنت سجستد بيشنت ويز باثوجينيتك اند سيمتوماتيك ايجنتس. الاثنين بيعملوا على جزء لما بتصلح الباثوفيسيولوجي قد تعمل امبروفمنت. سو ان كونكلوجن الالفا لايبويك اسيد ميكانيزم
لو شايفين في ليبيد كنترول وجلايسيميك كنترول طبعا مهمين جدا، وجربوا الالدوز ريكتيز انهبيتور من زمان على حتى على النفروباثي ان دايابيتس، ويعني ما كانوش ادويه طلعت بروميسنج في العالم. انما الفا لايبويك اسيد هيقلل الجزء المرتبط بالاكسيديتيف ستريس، وبالتالي قلل حاجات كتير قوي، والرول بتاع البنفوتامين على الثري باسويز الهكسوزامين باسوي البوليول باسوي البروتين سي كاينيز باسوي كلهم قال لهم واضح ان هو الاكسيديتيف باور الانتي اوكسيدنت باور بتاعته هتمبروف الدايابيتيك، وقد تكون ايه باثوجينيتك تريتمنت فور دايابيتيك نيوروبسي. اند ثانك يو.